إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحدثنا في خطبة الجمعة بالأمس عن اهتمام الإسلام بتعلم المسلم العلوم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وفي سورة العمران يقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب من الله سبحانه وتعالى شيئا طلب منه أن يزده في العلم، وقل رب زدني إيه؟ وقل رب زدني علما. ويقول سبحانه وتعالى في أواخر سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والحديث الذي ننطلق منه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه بسند حسن: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرا في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه ليه وعلمه التوحيد. اللهم فقهه في الدين، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإنسان أن يفقهه الله سبحانه وتعالى في الدين وأن يعلمه الله سبحانه وتعالى الحكمة، دلالة على أهمية هذا الأمر في حياة الإيه في حياة المسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث متفق عليه يقول: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية أخرى: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في طاعة الله أناء الليل وأناء النهار. معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، الحسد طبعا في اللغة أو معنى الحسد الأساسي هو تمني زوال النعمة عن الإيه؟ عن الغير. يعني أنا أرى نعمة عند إنسان أو أرى يعني شيء عند إنسان فأتمنى أن تزول عنه، ده اسمه الحسد. الحسد والحقد والضغينة والكراهية دي كلها أمراض قلبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منها. لكن المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا: لا حسد إلا في اثنتين، الحسد المقصود به في هذا الحديث هو الغبطة. الغبطة معناها أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عند غيرك دون أن تتمنى زوال نعمته. يعني أنت مثلا رأيت إنسان عنده شيء معين فتتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون عندك مثل هذا الإيه؟ مثل هذا الغير. لكن دون إيه؟ دون أنك أنت تقول الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليه أن يبارك له. يعني أنت لا تتمنى زوال نعمته ولكن بتتمنى أن يكون عندك مثل إيه؟ مثل ما عند غيرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الإنسان إذا تمنى أن يكون عنده مثل ما عند غيره فيتمنى هذين الأمرين، اللي هو إما أن يكون عنده العلم، إما أن يطلبه ويتعلم العلم ويعلمه للناس، وإما أن يكون يقرأ القرآن بطريقة جيدة فيقرأ ويقرأ للناس. لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي الرواية الأخرى كما قلنا: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في طاعة الله أناء الليل وأناء النهار. بمعنى أن مثلا أنت رأيت إنسان ينفق كثيرا من ماله في طاعة الله سبحانه وتعالى فأنت بتتمنى
أن يكون عندك المال وتنفقه في سبيل الله عز وجل، وهذا معناه التنافس في أمور الآخرة. يعني معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا حسد إلا في اثنتين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيوجه التنافس أن الإنسان بطبيعته من فطرة الإنسان هو يحب عملية التنافس ويحب أن يتقدم على غيره وأن يسارعه وأن يسابقه، فوجه الإسلام عملية التنافس هذه إلى الآخرة، لأن التنافس في أمور الآخرة مطلوب. ولذلك دائما في أمور الآخرة نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، ثم بيان الله سبحانه وتعالى صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ لآخر الآية. يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون ليه؟ السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. يقول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات، يعني تسابقوا في موضوع الخيرات والأعمال الصالحة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني دائما في الآيات القرآنية نجد أن موضوع التنافس والمصارعة والاستباق يكون في أمور الآخرة. وسارعوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات، شوف عملية استبقوا دي يعني تسابق، تسابق في موضوع في موضوع الخيرات. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، أيضا في الأعمال الصالحة. عملية التنافس التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في سورة المطففين أيضا في أمور الآخرة. إنما في أمور الدنيا لا، أمور الدنيا التنافس فيها والتسابق فيها ربما يؤدي إلى عملية الحسد والحقد والضغينة والكراهية والتدابر، يعني التباغض بين الناس. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان ولا يبع بعضكم على بيع على بيع بعض. يعني في أمور المعاملات وفي أمور الدنيا ما يبقاش في تنافس وفي تصارع، بل بالعكس أنت في أمور الدنيا مطالب دائما أن تنظر إلى من هو أقل منك وليس إلى من هو أعلى منك، لأنك أنت في أمور الآخرة لو نظرت إلى من هو أقل منك ربما تتكاسل عن الطاعة وعن العبادة. وما أنت نظرت إلى من يقول لك أنا على الأخ مثلا واحد، لو واحد ينظر إلى من هو أقل منه في أمور الآخرة يقول لك والله ده فلان ده لا يأتي إلى المسجد، أنا أحسن منه، أنا على الأقل آتي مرة في مرة في الأسبوع في صلاة الجمعة مثلا. وربما لو نظرت إلى من يصلي صلاة الجمعة تقول الله أنا أحسن منه، أنا على الأقل أجي مرة في اليوم في صلاة العشاء. طب لماذا لا تنظر إلى من يأتي مثلا في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء وكلما كان عنده متسع من الوقت بيأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى؟ كذلك الأمر في من يقرأ القرآن، كان فلان أفضل مني لأنه يقرأ أو يحفظ أكثر مني، فلان أحسن مني لأنه أو أفضل مني لأنه ينفق مثلا لبيت الله سبحانه، هو مثلا يعطي 100 يورو أنا أعطي 50 يورو، هو يعطي 50 أنا أعطي 20، ده هو أفضل مني. يبقى عملية التنافس في أمور الآخرة ده مطلوب، إنما عملية التنافس في أمور الدنيا كما قلنا لو نظرت إلى من هو أعلى منك في أمور الدنيا ربما تحتقر نعم الله سبحانه وتعالى عليك، إنك أنت تقول لا فلان أحسن مني وهذا أحسن مني في أمور الدنيا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه. يعني إذا نظرت في يوم من الأيام إلى من فضل عليك في الناحية المالية وفي ناحية الخلق، يعني في الناحية الصحية والبدنية، فانظر أيضا إلى من هو إلى من هو أقل منك مالا وإلى من هو أقل منك صحة. لماذا؟ لأنك إذا نظرت إلى من هو أعلى ربما تحتقر كما قلنا نعم الله سبحانه وتعالى عليك، وربما يجرك هذا إلى عدم شكران النعمة والكفران بها. إنما إذا نظرت إلى من هو أقل ستستريح نفسيا، وفي نفس الوقت يقودك هذا إلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يزيدك الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن شكرتم لا أزيدنا. إذن لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله، يعني لما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلنا عملية التنافس بفطرة في الإنسان وخاصة الذين يعملون في مجال واحد، ما أنت لن تحسد إنسان بعيد عنك،
او لا لا تحسب انسان لا يعمل في نفس مجاله، بعيد عن الدائره التي انت فيها. انما اصحاب المهنه الواحده او اصحاب المجال الواحد ربما يكون بينهم ايه، بينهما اللي هو بيسموه التنافس بين الاقران. فبالتالي الاسلام يعني جعل هذا التنافس اللي هو ممكن يكون فطره في الانسان وجهه الامور ليه الاخره، انما في امور الدنيا لا، يقول لك انظر لمن هو ايه، انظر لمن هو اقل. ولكن هنا نقطه مهمه، يعني لان ربما بعض الناس يظن من خلال الكلام هذا او من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا نظر احدكم لمن فضل عليه في المال الحق فلينظر لمن هو اسفل ممن فضله عليه، فربما يظن ان الاسلام يدعوه الى الخمول والكسل ولا يدعوه الى ان يكون عنده طموح علو همه. يقول لك لا، طب ما طالما انا حنظر دائما الى من هو اقل منك، الى من هو اقل مني، انظر دائما الى من هو اقل مني، فبالتالي ايه، يعني ربما بدل من ان يتقدم للامام يتراجع للايه، للوراء. لا، هو انت مطالب بان يكون عندك طموح ويكون عندك علو همه ويكون عندك رياده في الحياه في امور الدنيا وان تفعل كل ما عليك، ولكن في نفس الوقت بتبذل كل ما في وسعك، وفي نفس الوقت اذا اراد الله سبحانه وتعالى لك شيئا ما فاعلم ان الله سبحانه وتعالى يعني اختار لك هذا الامر لانه هو افضل لك. ولذلك حتى من دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها ايه معاشي. لم يلغ الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع الدنيا، لا، اللهم اصلح لي ديني واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الحياه زياده لي في كل خلق، واجعل الموت راحه لي من كل ايه، من كل شر. وطبعا كلنا نحفظ قول الله سبحانه وتعالى في سوره البقره، ربنا اتنا في الدنيا ايه حسنه، اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاث من السعادة، الحديث الصحيح، ثلاث من السعادة: الزوجة الصالحة، دي يعني من أهم مقومات السعادة في الحياة، أو من أهم مقومات الحياة الطيبة أن يكون عندك زوجة صالحة، إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك، إلى آخر الإيه، إلى آخر المواصفات الجيدة في المرأة الإيه، في المرأة الصالحة. انما لو انت كان عندك حتى اموال الدنيا وافتقدت السكينه والراحه في بيتك، فلن تشعر بالايه، فلن تشعر بقيمه هذا المال او بقيمه هذه النعم الاخرى التي عندك، لو افتقدت الامرين، افتقدت الصحه وافتقدت الزوجه الصالحه. من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الصحه لمن اتقى خير من الايه، من الغنى. حديث رواه الامام ابن ماجه في السنن ايضا بسند صحيح. الصحة لمن اتقى خير من الايه، من لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب العيش من الايه، من النعيم. لا بأس بالغنى لمن اتقى، يعني لا بأس ان يكون الانسان غنيا، ويستحب ان يطلب الغنى ويطلب المال طالما انه يطلب من المجال الحلال، لمن اتقى طالما عنده تقوى الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يقول الرسول والصحة لمن اتقى خير من الايه، من الغنى. واحد دايما في المثل المغربي يقول لك اللي عنده الصحه عنده كل ايه، عنده الصحه ولا لا، انك انت ما عندكش الصحه بماذا يفيدك مالك؟ بل بالعكس، ربما يكون المال سببا في شقائك، لانك انت ما عندك المال ولكن لا تستطيع انك انت تستمتع به في حياتك لان ما عندكش الصحه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الصحه لمن اتقى خير من الغنى، بس في نفس الوقت لا باس بالغنى لمن ايه، لمن اتقى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من السعادة: الزوجة الصالحة، لأن الزوجة إذا لم تكن صالحة ستنكد عليك حياتك، ستتحول حياتك من حياة طيبة. الله سبحانه وتعالى يقول فيها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إلى معيشة ضنك. خلاص تدخل بقى في قول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة إيه؟ معيشة ضنك. وذلك تجد كثير من الناس بيهرب من يهربون من بيوتهم، يهربون ممكن الى العمل، يهربون الى البار، يهربون الى المقهى، يهربون الى كذا، ما هو مش لاقي السكينه في بيته.
لم يجد، لأنه هو في الأساس يعني اسمه البيت اسمه سكن، سكن ده يعني تسكن فيه، تشعر بالسكينة. ما هو كل هذه المصطلحات مأخوذة من المادة اللغوية الأساسية اللي هي السكن، اللي هي عملية سواء سكن أو سكينة، كما قال الله سبحانه والذي أنزل السكينة في قلوب الإيه؟ المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فنفس موضوع السكن ده مأخوذ من السكينة، أو السكينة مأخوذة من السكن. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، سكن المفروض يعني أنت تدخل بيت بتسكن، بتهدأ، تستريح نفسيا، تنشرح صدريا، تطمئن قلبيا، خلاص أنت دخلت في جنتك. ذلك الإمام مالك على رحمة الله كان يفسر قول الله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان يقول بأن جنة المسلم في الدنيا هي بيته. ولذلك لما كان يدخل البيت كان يقول لك ما شاء الله لا قوة إلا إيه؟ إلا بالله. إذا وجدت فيه، كان يقول لك إذا وجدت فيه زوجة إيه؟ زوجة صالحة. نعم، إذا لم توجد فيه زوجة صالحة خلاص انتهى إيه؟ انتهى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاء. ثلاث من السعادة هي الزوجة الصالحة والبيت الواسع والمركب الهني. البيت الواسع يعني لأن طبعا لو كان البيت ضيقا أو مرافقه قليلة ده بسبب برضه عملية نكد في حياة الإيه؟ في حياة الإنسان. تعرف ثم الأولاد يتصارعون مع بعضهم، ربما لا تجد مكان للذكور، مكان للإناث، ربما أنت أصلا لا تشعر بالراحة في إيه؟ في بيتك. فمن مقومات السعادة عملية البيت الإيه؟ الواسع، الزوجة الصالحة والبيت الواسع والمركب الهني. المركب الهني المقصود به الإيه؟ المركب الذي يركبه الإنسان، سواء كان يعني سيارة، سواء كان طائرة، سواء كان باخرة، يعني على الأقل لأنك أنت حتى لو هو الوسيلة الأساسية هي حاليا هي السيارة. في الأول كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الدواء الخيل والبغالة والإيه والحمير اللي تركبوها وزينة وخلقه ما لا تعلمه. أنت الآن لما تركب سيارة، ما تركب سيارة جيدة يعني بتشعر بالإيه؟ بتشعر بالراحة، بتشعر بالسعادة. فعملية المركب الهني ده المقصود بها عملية وسائل التنقل عامة. وسائل التنقل ده بتختلف على حسب الايه؟ على حسب البيئة وعلى حسب الطبيعة. يعني أنت هنا لما تركب سيارة فارهة وسيارة جيدة ده من فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وأما بنعمة ربك فإيه؟ فحدث. إضافة إلى عملية الايه؟ الطرق المعبدة. يعني أنت فرضا عندك سيارة جيدة ولكن الطريق غير ممهد، فبرضه هتشعر بعملية الايه؟ شقاء في حياتك لو انت حتى كثير للتنقلات، لان في بعض الاعمال بتتطلب من الانسان كثرة الحركة وكثرة التنقل. فبيشمل الامرين المركب والطريق الذي يسير عليه. وذلك الدول المفروض الدول العربية تهتم، يعني انت شايف يعني سبحان الله في اوروبا بتنتقل من دولة الى دولة كأنك بتنتقل من حي الى حي، مش من مدينة الى ايه؟ الى مدينة. يعني شبكة طرق قوية انتم ادرى بها يعني، وسبحان الله خاصة الناس اللي بيسافر طبعا بالسيارة من هنا إلى بلدانه، يعني عارفين هذا الكلام. فهذا من وسائل السعادة في الحياة، عملية المركب الهني وعملية الطرق المعبدة إلى آخر. وده من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، المركب الهني، الزوجة ليه؟ الزوجة الصالحة، البيت ليه؟ البيت الواسع. طبعا لو ما عندكش زوجة صالحة مش معنى ذلك أنك هتروح تطلقها بقى، لا، هتتحمل يعني هتعمل ايه؟ موضوع ثانيه ايه؟ واحده ثانيه مش انا في بقى، انا بقول طوال مش لا يا عم دي واحده ثانيه دي بس انا لا انصحكم بهذا. المهم خلينا ايه؟ خلينا ندوز علينا في الصول يعني الحمد لله رب العالمين. فاخونا عبد السلام انا بقول على الملا هو الذي يقترح هذا الامر، يقترح بأن الزوجة إذا لم تكن صالحة فعلى زوجها إيه؟ أن يأتيها بأخرى. وأنا لا أؤيده. أنا أقول وجهة نظر يعني أن يتحمل. لماذا يتحمل؟ لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولن يزال البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الأرض وهم عليه خطيئة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام البخاري ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشوكه إلا كفر الله به من إيه؟ من خطايا. فهي الزوجة غير هتصيبك بالهم والحزن والأذى والغم، فاعتبرها إيه؟ اعتبرها يعني أمر من أمور المكفرة للإيه؟ للذنوب والسيئات وخلاص.
فعلى كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا بينصح المسلم أنه يكون عنده توازن في حياته، توازن في حياته بين الدنيا وبين الايه وبين الآخر. يعني حتى نرجع إلى ما كنا نتكلم فيه اللي هو موضوع الإنسان، يعني لو كان ينظر إلى من هو أقل منه في أمور الدنيا فربما يعني يظن أن الإسلام لم يطلب منه أن يكون عنده علو همة وطموح، فقلنا لا بالعكس، بل الإسلام يطلب منك أن تكون عندك علو همة وطموح وريادة في الحياة، لا سيما ريادة اقتصادية وريادة مالية، أنك أنت حينما تكون مسلما غنيا قويا فأنت تفيد الإسلام وتفيد المسلمين أكثر من أن تكون مسلما فقيرا. وذلك حتى احنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لما عملت دراسة على حياة العشر المبشرين بالجنة وجدت أن معظمهم كانوا من مش من الأغنياء، من أغنى أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، ومع غناهم ومع كثرة أموالهم ومع تجاراتهم بشروا بالجنة وهم عليه وهم ما زالوا في الحياة. سيدنا أبو بكر الصديق ما كان صاحب تجارة واسعة وصاحب ثراء عريض، ومعروف أنه كان لما كان بيطلب منه الإنفاق عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان بيعتبر مال سيدنا أبو بكر الصديق وماله بيتصرف فيه كأنه ماله، وبيأتي بكل مال من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ده معنى ذلك ما كانش مسلم فقير يعني، وهذا المال أتاه من التجارة ما كانش ورثه عن أبيه وعلى عن أمه، إذا معنى ذلك أنه في المسجد وفي نفس الوقت في السوق وعلاقته المالية والتجارية موجودة. كذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كذلك سيدنا عثمان بن عفان، معروف كي يعني كثرة الإنفاق أو كثرة إنفاق سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في سبيل الله عز وجل، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام لما وجد يعني كثرة الأموال التي أنفقها سيدنا عثمان يقول لك غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما كان منك وما يكون إلى يوم ليه القيامة. والرسول يعني تعجب من كثرة إنفاق سيدنا عثمان، وهذا الإنفاق أيضا من تجارته رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما ضر عثمان ما فعل بهذا اليوم، أنتم تعلمون طبعا يعني اشترى يعني جهز جيوش واشترى بئر ووسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا من ماله. وكذلك سيدنا عبد الرحمن بن عوف أيضا من العشر المبشرين بالجنة، كيف كان ينفق في سبيل الله لا سيما على الفقراء والمساكين، وانتم تعلمون قصته مع سيدنا سعد بن الربيع لما هاجر لميدان سيدنا سعد يقول له اقسم بيني بين وبينك نصف، يقول له لا اموالي يا عم دلني على ليه على سوق الله، يعني دلني على السوق، يعني معنى ذلك ان هو ايه لم يقل حتى دلني على عمل وانما دلني على السوق، دلني على السوق ده اسمه عمل حر، عمل ايه عمل حر ليس مقيد بوظيفة معينة ولا براتب معين، إن هو الإنسان صاحب الوظيفة المعينة ده مقيد بمبلغ مال معين خلاص بيدور في فلكه، إنما دلنا على السوق ده خلاص ده عمل حر، ولذلك أصبح بعد ذلك من أغنياء إيه؟ من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم جل وعلا. وكذلك سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وكذلك سيدنا طلحة بن عبيد الله، وكان يسمى بطلحة الخير وطلحة الجود من كثرة إنفاقه في سبيل الله. وسيدنا سعد بن أبو وقاص أيضا من عشر المبشرين بالجنة، ولدرجة أن الرسول وكان عنده أموال كثيرة، ولدرجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما عاده وهو مريض فبيقول له يا رسول الله إن لي أموالا كثيرة ولم يرثوني إلا ابنة واحدة، فأتصدق بها في سبيل الله؟ قال له لا. طب أتصدق بالثلثين؟ قال له لا. طب أتصدق بالنصف؟ قال لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رغم يريد أن يتصدق بماله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والذي سيأخذ هذه الصدقات ويوزعها في سبيل الله ومع ذلك يقول لا. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث إيه؟ كثير ثلث، يعني إذا أردت أن تتصدق فتصدق بالثلث. وهنا أخذ الفقهاء رحمهم الله عملية الوصية بالثلث، يعني أنت هتوصي بجزء من مالك يبقى في حدود الايه في حدود التلت الأموال التي عندك، يعني قال له الثلث والثلث كثير. ثم قال له ودي نقطة مهمة، لأنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالى يتكففون ليه الناس. قال له يبقى الإسلام لا يطلب منك أنك أنت تفكر في مصلحتك أنت فقط، وإنما حتى في مصلحة الورثة ومصلحة الإيه؟ الأولاد. يقولك لأنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالى يتكففون ليه الناس، وهذا لا يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا
خاف عليه فليتقوا الله الى اخر الايه الايه. لا يعني اي نعم انت مامور بتقوى الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت مامور ايضا انك انت تترك ورثتك ايه اغنياء طالما ان المال الذي عندك من الايه من الحلال. ده كلام الرسول سيدنا سعد بن ابي وقاص. وايضا سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه ايضا من 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 مش من اغنياء ده من اثرياء من اثرى اثرياء الصحابه رضي الله عز وجل عليهم. وحديثه في 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 بدايه كتاب رياض الصالحين من يريد ان يطلع عليه بعد وفاته ترك مش الاف ملايين الاموال ملايين. يعني فيما بعد ان شاء الله نذكر قصه سيدنا الزبير بن العوام كده بالتفصيل يعني حديث طويل شويه ولكن الشاهد فيه انه ترك ملايين الاموال ووزعت بعد ايه وزعت بعد اموال وعقارات واراضي وضيعات سيدنا الزبير بن العوام وما هو من العشر المبشرين بالايه بالجنه. اذا في توازن في حياه الايه في حياه الانسان وهذا ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو الله سبحانه وتعالى يقول اللهم اصلح لي ديني. تشوف الدين مقدم اولا اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي لها معادي واجعل الحياه زينه لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر. انا اكتفي بهذا القدر وبعد ذلك بشاء الله سبحانه وتعالى نواصل حديثنا في هذه الامور. نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وان ييسر لنا امورنا وان يبارك لنا في ارزاقنا. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. كما نسألك يا ربنا أن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.